طيب يا شباب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله يا شباب في مسألتين مع بعض بأحله. هذه المسألة جابها الكتاب كمثال، تمام؟ بعدين في الأسئلة جاب واحدة شبيهة بها لكن زود إيش التايم هنا معايا، فحلوة جمعتها لكم مع بعض وإن شاء الله تستفيدوا منها. امشوا نقرأ المسألة الأولى ونحلها، وبعدين نحل المسألة الثانية لأنها شبيهة فيها ما عدا وجود الزمن. يقول لك: A nozzle is designed such that the velocity in the nozzle varies as shown below. هذا النوزل اللي انتم شايفينه يتضايق as we go to the right، وهذه هي الديستريبيوشن حق السرعة U of X، معناته انها دالة فقط في الX direction، ما هي دالة في الY direction، لربما هذا هو assumption عنده. هتساوي U نوت على 1 ناقص 0.5 في الX اللي هو الX coordinate على L، L هو ايش؟ طول النوزل. يقول لك اليو نوت هنا مقدارها 10 متر بير سكند، وهي قيمة السرعة عند المدخل، وطول النوزل 0.5 متر، و the velocity is uniform across each section. تمام، إذا هو افترض الرجل على أن الفلوسيتي ما تتغير في الواي دايركشن، it's uniform. تمام، قال لك find the acceleration at a station halfway through the nozzle، يعني عند X على L حيساوي 0.5، يبغى الأكسلريشن عند منتصف المسافة هذه، اللي هي لو قسمت X على L حتحصل على إيش؟ على 0.5. جميل جدا، جميل جدا. طيب الكتاب عندكم دائما يسوي الحركة هذه، يستخدم الأكسلريشن في الإحداثيات الخاصة بالستريم لاين كوردينيتس، تمام؟ بحيث انه يجيب البارت اللي هو في الستريم لاين والبارت اللي هو ايش نورمال تو ذا ستريم لاين. لكن المساله زي ما انتم شايفين ما هي ستريم لاين كوردينيت، مع انه ممكن يسويها هو، هي ممكن يحلها بواسطه الكارتيزن كوردينيت، فانا افضل اخذ الصيغه هذه في الاحداثيات الكارتيزينيه. اوكي، ولا يوجد اي تسارع في الواي، الواي ما هو داخل في الصوره عندنا، فأحتاج فقط أنا الكمبونت الخاصة بالأكسلريشن في الإكس دايركشن، واللي تقول لي إن الأكسلريشن يساوي اللوكال أكسلريشن اللي هو معدل تغير اليو مع الزمن زائد اليو في معدل تغير اليو مع الإكس اللي هو هذا بالضبط. أوكي، شيل الفي حط اليو هنا، شيل الفي هنا وهنا وحط بدلها اليو، وطبعا لأنه ما فيه أي كيرفتشر هنا فالحد هذا بزيرو لأن الآر بتكون إنفينيتي. المهم إحنا حنمشي بالطريقة حقتي أنا اللي يعني شرحتها لكم من قبل. نبدأ على بركة الله يا شباب، نأخذ الجزء الأول اللي هو إيش اللوكال أكسلريشن، تمام؟ نسميه A local، ودي أنك إذا كتبته الامتحان تكتب لي A local L هنا. وبما أن الفورمولا هنا سهلة وبسيطة زي ما أنت شايف أن السرعة دالة فقط في إيش؟ في الـ X، ما هي دالة في الزمن، فعلى طول du dt بزيرو، وكفى الله المؤمنين القتال، خلصنا منها. الآن بيجي الـ convective acceleration اللي هو مكون من السرعة ومعدل تغير السرعة مع الـ X. لازم أعوض عن السرعة هنا، أوكي؟ فـ U نوت هحط بدلها 10، تمام؟ و 0.5 مضروبة في الـ X على L هحط بدلها 0.5، تمام؟ سوي حسبتك يطلع لك 13.33 متر بير سكند، هذه قيمة السرعة. طيب إيش بقي؟ بقي يا حبايب الجريدينت، بارشل U بارشل X، يعني لازم أنا وياك نشتق إيش المعادلة هذه. طيب كيف أشتق هذه؟ سهلة جدا، أهي U نوت حتكون إيش ثابت برا تطلع، وهذه كلها حتساوي إيش أهو، هذه تطلع البسط وتصير بماينس واحد، تمام؟ فلما تشتقها تضرب ماينس في اهو ماينس واحد في مشتقة ما بداخل القوس اللي هنا، ما بداخل القوس هذا بصفر، ويبقى لي 0.5 على ال اللي هو مشتقة ما بداخل القوس 0.5 على ال ها بماينس، وهنا ترى نسيت المفروض احط ايش ماينس 2. بعدين ترجع هذا الشيء اللي هو القوس ترجعه في المقام. تعال انا وياك نشوف ايش سويت انا، اهو يو نوت ما تغيرت معايا، والماينس ساين اهي، تمام، والحد هذا نزل الى الاسفل اصبح ما يعني بالتربيع، وهذه مشتقه ما بداخل القوس، شفت؟ طيب
خليني بس أمسح شوية. أوكي. طيب الخطوة اللي بعدها فقط أسوي التعويض زي ما أنت شايف. أخذ لي الليزر هنا. اليونت حطيت بعشرة. والإكس على إل هو قال لي عند المنتصف 0.5 وإل طوله ب 0.5. أسوي التعويض يطلع لي المقدار هذا 17.781 على سكند. أوكي. واحد على سكند بس فاتت علي أني أكتب الوحدة. إذن الإشكالية هنا فقط يا شباب يعني في النقطة هذه عملية إيش الديفرنشيشن. خليك منتبه فقط تحاول تتذكر الكالكولس يعني بجدارة. طيب إيش اللي بعده؟ خلاص إحنا جبنا السرعة وجبنا مشتقتها بالنسبة للإكس. إيش أسوي الآن؟ خلاص كل ما علي إني أعوض هنا أهو اليو حتساوي 13.33 زي ما أنت شايف مضروبة في التسارع هنا مضروبة في 17.78 يطلع لي 237 متر بير سكند سكوير. أوكي؟ تقدر تجمع 237 زائد صفر اللي هو اللوكال وتقول هو إيش؟ التوتال أكسلريشن. كذا خلصت المسألة. إيش سوى هو؟ جاب المسألة هذه. لاحظوا أباكم تركزوا معايا. أعطاك نوزل شايف كيف؟ وقال لك إنه السرعة تتغير بإيش؟ بـ 2T حيث أن T هو الزمن وفي المقام 1 ناقص 0.5X على L. لاحظ يا شباب أصبح إيش؟ بالتربيع هنا يعني المقام سكويرد. وقال لك إن طول النوزل 1.2 متر هو كان هنا 0.5 متر وأعطاني الديامتر ما بحتاجه أنا الآن يعني من خلال الحل. بعدين سألك إيش قال لي؟ قال بعدين قال لك الفلوسيتي ان ذا نوزل از يونيفورم ان ذا واي دايركشن. نفس الكلام هنا يعني داله فقط في الاكس وايضا داله في الزمن. حلو هذا جيد. قال لك عند اكس يساوي 0.5 ال يعني عند المنتصف تمام وتي حتساوي 3 سكند. طيب اوجد لي اللوكال اكسلريشن الونج السنتر لاين هنا وايضا الكونفكتيف اكسلريشن الونج السنتر لاين هنا. نسيت ما اكتبها هنا. طيب ايش حنسوي؟ ابدا بنفس الطريقه. ها اكتب الاكسلريشن هنا ارجو انك تكتبه على طول ويصبح الاكسلريشن زي ما انت شايف مكون من جزئين لوكال وكونفكتيف. امشي نبدا باللوكال الان. لاحظ في المساله السابقه يا ولدي ان اللوكال كان بصفر لان السرعه لم تكن تعتمد على الزمن. الان السرعه تعتمد على الزمن. كيف يا دكتور تعتمد على الزمن؟ يعني هنا في فالف في صنبور في فاسيت شايف كيف؟ شخص ما يتحكم في الفالف يسكره أو يفتحه فتتغير السرعة في الزمن بالإضافة إلى تغيرها في المكان بسبب التضايق هذا. يلا يا شباب من دون أي تأخير نأخذ اللوكال أكسلريشن ونشتق المعادلة هذه كلها بالنسبة للزمن فقط وليس بالنسبة للإكس. سهلة جدا. 2 على المقدار هذا كله يعتبر ثابت تمام. فهذا هو الاشتقاق. التي راحت من عندنا. امشي نعوض انا وياك بسرعه. ايش اللي ناقص؟ ناقص لي اكس على ال. اكس على ال قال لي اكس اعطاني هنا اكس حتساوي 0.5 ال تمام. اهي شلت انا الاكس حطيت بدلها 0.5 ال وهنا في 0.5 من اول فالال تطير مع ال. يا شباب سوي حسبتك يطلع لك اللوكال اكسلريشن 3.56 متر بير سكند سكوير. اللهم لك الحمد. ايش بقي يا دكتور؟ بقي الكونفكتيف اكسلريشن. جيب اليو وجيب الجريدينت هذا. طيب اليو كيف نسوي؟ ابدا خذ السرعه هنا اهو اكتبها معايا. تبغى تخليها باليو ما في مشكله. عوض عن التي الزمن الان وهنا عوض عن الاكس ب 0.5 ال. ال تطير مع ال ما في داعي تكتبها. سوي حسبتك تطلع لك السرعة 10.67. إذا خلصنا من الجزء هذا اليو. طيب كيف أجيب البارش اليو بارش الإكس؟ أيوة أباك تشتق الآن. لاحظ المرة الأولى أنت لما اشتقيت كان المقام هنا مرفوع للقوة زائد واحد. هنا المقام مرفوع للقوة كم؟ زائد اثنين. حتطلعها فوق تصير بماينس 2 تضرب ماينس 2 في كل القوس ويصير القوس كله مرفوع لماينس 3 تقوم تجيبه في المقام وهو مرفوع للقوة ثلاثة. أهو هذا رجع في المقام بثلاثة وهذه مشتقة ما بداخل القوس اللي ماينس 0.5 على ال وماينس 2 هنا بسبب أن القوس كله كان مرفوع بماينس 2 لما كان في البسط. جاء
جميل جدا. طيب الخطوة اللي تتليها، الخطوة اللي تتليها انك تعوض يا ولدي. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو التايم بثلاثة واكس على ال ب 0.5 معايا، والال هنا ب 1.2. صفي حسبتك بهداوة، يطلع لك الان الجريدينت هذا ب 11.85، واحد على سكند، واحد على سكند. شوف لاحظ هنا انا ما نسيت هنا اليونت واحد على سكند. طيب الخطوه اللي تتليها خلاص اوجد الكونفكتيف اكسلريشن كله، يو في دي يو دي اكس. اليو كم جبناها ب 10.67، والجريدينت كم يا شباب ب 11.85 معايا. اضرب تطلع لك 126.46 متر بير سكند سكويرد. وترى راجعت يا شباب الحل في كتابكم غلطان، هو حط الحل هو 63 متر بير سكند سكويرد، هذا في السولوشن مانوال بالنسبه للمساله هذه. إذا استفدت أرجى أبنائي الطلاب ألا تنسوني من دعوة صالحة بظهر الغيب. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.